وقال آخر موضوع بالمحاضرة واللي هو أهم موضوع اللي هو شنو الكنز. فهسه نريد نركز على مود نخلص هذا الموضوع إن شاء الله. زين، شوف، خلينا نجي نشرح ونوضح لكم شنو هو الكنز. شوف يعني الكنز يا شباب، إنه ونس إيه الكنز شنو هي؟ الكنز ببساطة هي الفوليوم اوف بلازما، يعني حجم البلازما، تمام، اللي كليرد يعني تم تنظيفه من ماده معينه خلال دقيقه او خلال مده زمنيه. صح، ما فهمنا الحكي، خلينا نجي نشوفه نفهم هذا وبعدين نفهم الكلام. زين، هذا خلينا نقول بلاد فيزل جدار بي، وهذا الدم جاي يمشي، وبي خلينا نقول داخل الدم عندي فد ماده معينه، هاي الماده اللون الاحمر، تمام. زين، خلينا نسميها اعطي اسم، اقول المادة اي، هاي اسمها المادة اي، اتش انا سميتها بكيفي المادة اي. زين، فشنو هي الكنز؟ الكنز انه ايش قد، او ايش كنز شنو هي؟ ايش قد حجم البلازما اللي راح ننظف من عند هذه المادة اي بالدقيقة. يعني احنا مو عندنا الكدني هي جهاز مال تصفية داخل الجسم الكلية، تمام، فايش قد راح يقدر هذا الجهاز مال التصفية مالتنا، ايش قد راح يقدر هذا الجهاز مال التصفية انه يصفي من البلازما خلال دقيقة واحدة من هاي المادة، تمام. فهنقول هو خلال دقيقة واحدة صفالي البلوت فيصل هذا كله من هاي المادة. زين، هنقول خلال دقيقة واحدة صفالي هذا الحجم من البلازما من المادة، هنقول خلال دقيقة واحدة صفالي هذا الحجم من البلازما من المادة. إذن هي شنو الكنز؟ هي الفوليوم اوف بلازما، فوليوم اوف بلازما، تمام، كليرد اوف ا سبستانس، نظفناه من السبستانس من ماده معينه خلال دقيقه او خلال وقت معين، تمام. هذا صيغه تعرف. والصيغه الثانيه له هو شنو؟ هو فوليوم مال البلازما ريندرد فري اوف جيفن سبستانس. نفس الشيء، يعني حجم البلازما اللي ريندرد فري، يعني شلون؟ يعني صار نظيف، او صار يعني نظيف او فري من 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 ماده معينه خلال دقيقه واحد، هاي اسمها كليرنس. هي من اسمها كليرنس، يعني شلون الكنس، تمام، يعني ايش قد الكدني، تعريف ابسط، ايش قد الكدني كنست من الماده خلال دقيقه واحده، تمام، ايش قد حجم البلازما المكنوس من هاي الماده خلال دقيقه واحده، هذه اسمها كليرنس. زين، تمام. بس احنا راح نحكي ونفهم هذا الكلام وراح نرجع للملزم، ما راح احطه بس الملزم لان راح تدوخون اذا اعطيت الملزم. زين، شوف بالكنز عندي اشياء مهمه لازم اعرفها. شنو هي؟ اكو شيء اسمه فلترد لود، واكو شيء اسمه يورينال اكسكريشن. شنو هاي الاشياء؟ خلينا نجي الفلترد لود، يعني شنو؟ يعني هو كميه the amount of a specific substance filtered by unit time، يعني كميه الماده اللي سوينا لها فلتريشن خلال دقيقة واحدة. يعني سمو عندنا هاي المادة، ايش قد كمية المادة اللي فلترناها خلال دقيقة واحدة، تمام. اذا هاي يسموها الفلتريشن لود. زين، يعني انا عندي هاي بلوت فيزو، عندي هاي اللي خلينا نقول هاي دومينوس وهاي توبيول، بس هذا اسمه مبسط طبعا. فهنا خلينا نقول عندي هاي المادة اي، خلينا نرسم المادة اي، احنا جايين نقول فعندي هاي المادة اي، تمام، فايش قد من هاي المادة اي فلترناها من البلود فيزل خلال دقيقة واحدة، هذا اسمه فلتر. شو يساوي فلتر؟ الفلتر لود يساوي لي البلازما فوليوم في الجي اف ار. ليش؟ شوف، هو احنا مو عندنا هاي المادة اي جاي تمشي بالدم، هي بشنو تتأثر؟ يعني الفلتريشن مال هاي المادة بشنو يتأثر؟ وشنو الفلتريشن؟ يعني الفلتريشن من هذا يمكن تمشي المادة هاي خلال البلود فيزل توصل للجلوميرولس، تمام؟ توصل للجلوميرولس، والجلوميرولس راح تندفع منه وتروح يبومس كبسول. شنو الأشياء؟ وهاي عملية قلنا تسوي فلتريشن، شنو الأشياء اللي تأثر على الفلتريشن؟ أول شيء عندي، تمام، أول شيء هو إيش قد تركيزها بالدم. ببساطة إذا كان تركيزها هواي راح يفلتر، وإذا كان قليل راح يفلتر قليل، تمام. وبعد شنو؟ وبعد الجي اف ار يقولون فلتريشن إذا مثلا الكدني بيها فد مرض معين وما تقدر تسوي فلتر للمادة، فهاي أيضا راح تتأثر كمية المادة مفلتر. إذا شو تساوي لي؟ البلازما فوليوم في الجي اف ار، هذا شو نسميه شبابنا؟ هذا نسميه فلتر. هذا هم الحفظ هسه. زين، بس قلت واحد ما موجود عندي هذا الاسم، موجود عندنا بس بصيغه ثانيه، هساويكم الموجود. زين، الشغله الثانيه عندي يورينال اكسكريشن. شنو يورينال اكسكريشن؟ يعني
هو ببساطة تركيز هاي المادة باليون، خلص ديون كونستيشن اوف ذا سبستانس، تمام. وشنو يعني؟ شوف، هو احنا مو عندنا هاي المادة، احنا نعرف ايش قد معدل هاي المادة اللي فلترناها بالدقيقة وايش قد طلع لي باليون، تمام. خلينا نقول احنا فلترنا 10 وطلع لي باليون 10، اذا نقول هنا الفلتر دوت مالتها 10 والاكسكريشن 10، وهنا الفلتر تساوي الاكسكريشن. هسه يقول واحد اكو حالات الفلتر دوت ما يساوي الاكسكريشن، نقول له اي، هسه نحكي لكم يعني، تمام. اليون اكسكريشن مال هاي الماده شو يساوي؟ يساوي حجم اليون، تمام، باليون كونستيشن مال هاي الماده، تمام. نعيدها، يساوي لي شنو؟ يساوي لي حجم اليون اللي هو الفي حجم اليون باليو اكس، يو اكس شنو هو؟ اليونري كونسنتريشن مال هاي الماده. زين، اليونري كونسنتريشن مال هذه الماده، تمام. هنا يا شباب بس احنا عرفنا في شنو معنى كلمه فلترد لود، وعرفنا شنو معنى كلمه يونري اكسكريشن. زين، خلينا نجي شوف الكليرنس شو تساوي. الكليرنس سي كليرنس مثلا الكليرنس مال الماده اكس، تمام، او الكلينس مال المادة بي، او الكلينس مال المادة اي، كيف ايش تساوي الكلينس؟ الكلينس تساوي لي، شوف الكلينس راح يساوي لي اليون كونسنتريشن مال هاي المادة، تمام. زين، بشنو؟ بال بال بالفوليوم، تركيز هاي المادة بال يعني باليون، يعني يساوي لي هذا نفسه تقسيم البلازما كونسنتريشن مال هاي المادة، هذا يسموه كلينس. زين، فتقريبا اشتقيناها من هذا القانون. هسه بعد شوي راح اوريكم شلون صار الاشتقاق، هسه اوريكم بعد شوي هنا شلون صار الاشتقاق. زين، فهسه بس نحفظ تعريفه اللي كان تساوي لهذا القانون، هسه بنبع شلون صار الاشتقاق بعد ما ننساها. فهاي الكيس مال هاي الماده يساوي لي اليون كونستريشن بحجم بليون على البلازما كونستريشن. زين، هسه احنا فهمنا يا شباب شنو معنى كلمه كيرنس. هسه خلينا نجي نشوف شنو علاقه الكيرنس بالجي اف ار، تمام. شوف، مرات انه هذه الماده من يسويها فلتر، هذا مو جلوميوس، من يسويها فلتر مرات شنو هي الماده تنزل وتروح لليون، خلص. بس اكو مرات ثانيه ايش راح يصير؟ احنا سويناها فلتر، تمام، وراح نجي نفرز اكثر من هاي الماده لليون. هاي مو فلتر، هذا يسموه سكريشن، هذا يسموه فلتر. يعني شنو؟ شوف، هاي احنا عندنا الجلوميوس، سوينا فلتريشن بالجلوميرس، هذه فلتريشن مال هاي الماده بالجلوميرس نسميه فلترت لود. سوينا فلتريشن، خلينا نقول سوينا فلتريشن، خلينا نقول كميه 50 من الماده، هذا الفلترت لود مالته. زين، من وصلنا مثلا للبروكسيمال توبيول، شوف ايش راح يصير هنا. مو اكو بلود فيسل كابلر تحت التوبيول، فهاي الكابلر جاي تفرز من هاي الماده للتوبيول، فراح تزداد كميه الماده بالتوبيول، فخلينا نقول تزداد المقدار توصل 60. ها، تمام. زين، فاذا هاي 60 هي نفسها تروح تصير يونر اكسكريشن، فاذا هذا الفلترت لود وهذا اليونر اكسكريشن، فهنا الفلترت لود ما يساوي يونر اكسكريشن. ليش؟ لان احنا سوينا، احنا الكابلري موجوده حول مثلا بروكسيمال او اي من التوبيول، هي جاي تفرز الماده تروح لهذا، تمام. فاليونر اكسكريشن زاد، بس الفلترت لود هو راح يكون 50. زين، ماشي. مرات ثانيه شو يصير؟ مرات ثانيه ما نسوي سكريشن، لا نسوي بالعكس. هنا مو عندي كابلات حيط هذا، نسوي ري ابزوربشن. شو نسوي؟ ريزوربشن او ري ابزوربشن. فاحنا فلترنا 50 بس رجعنا مثلا خذنا 10 منها، سوينا ري ابزوربشن، رجعنا امتصينا 10، صار عندي بقى 40 بالتوبيل، راح يصير بي يونر اكسكريشن. فهنا بهاي الحاله شنو؟ هم الفلتر ما يسوي يونر اكسكريشن، بس هنا سوينا فلتر اكثر بس صار يونريشن كميه اقل. ليش؟ لان امتصينا قسم من الماده فلترناها، تمام. زين، هذني حالتين. واكو حاله ثالثه، شنو هي؟ اكو حاله ثالثه، لا احنا ما راح نفرز ولا راح نسوي ابزوربشن، سوينا فلتر هاي الماده راح تروح هي نفسها باليون تطلع، فهنا الفلتر لود يساوي شنو؟ اليون اكسكريشن. فبهاي الحاله بقى فلتر لود مال ماده معينه يساوي اليون اكسكريشن، نقول هنا الكليرنس تساوي جي اف ار، تمام؟ واضح الكلام؟ زين، خلينا نجي. فش وقت كيف تساوي جي اف ار؟ شوف، The clearance of a substance is equated يعني تساوي الجي اف ار. إذا شنو؟ إذا هذه substance is freely filtered ما يصير بها لا reabsorption ولا secretion، تمام؟ زين، زين، أوكي، بس احنا فهمنا هذا الحكي. زين، خلينا نجي نشوف يعني أكثر عنه. هو احنا من عندنا في مادة معينة
قلنا الكريانس معناته انه ايش قد من هاي المادة راح من البلازما وراح لإلمن للفلتريت يعني بالدقيقة الواحدة. زين، وحنعرف انه جي اف ار هو الجلومير فلتريشن ريت، يعني ايش قد قابلية هاي الجلومرس على انه يسوي لنا فلتريشن. تمام، خلينا نقول جي اف ار اذا يساوي لي مثلا 125. تمام، واخذنا ماده لا هي يسويها سكريشن ولا يسويها ابزوربشن، فاحنا عندنا الماده مثلا نقول هاي السوده جايه تمشي، ومثلا قيمه فلتريشن 125 ملتر على منت الوحده مال الجي اف ار. تمام، فشنو؟ فبما انه ما يصير بها سكريشن ولا ابزوربشن بعدين، فهي راح يصير بها هنا فلتريشن بنسبه هم 125 نفس الجي اف ار، هم 125 يعني ملتر على منت راح يصير بي شنو؟ راح يصير بي فلتريشن. فبهاي الحالة الكلينس مال هاي المادة الكنس يساوي لي قمة فلتريشن ريت. تمام عيني؟ زين، فكمية فلتر تساوي لي كمية اليورين اكسكريشن، هاي قلنا الفلتر يساوي اكسكريشن. زين، تمام، احنا ليش نقيس الجي اف ار؟ نقيس الجي اف ار لان شنو؟ لان مثلا في بعض الامراض هذا الجلوميرولس يفقد قابليته على انه يسوي لنا فلتريشن. اكو في الديزيز معين بالجلوميرولس. تمام، هذا الديزيز ايش راح يسوي؟ راح يضعف قابليه، مثلا خلينا نقول يصير ثيكن بالبيسمنت بين، فراح يضعف قابليه انه يصير فلتريشن هاي الماده. فشنو؟ فراح من راح نجي نحسب الكلينس مال هاي المادة. طبعا هم ايش ياخذون؟ شوفوا هم ياخذون فد مادة لا هي تنفرز من التوبيول، ركزوا بهاي الكلمة، لا هي ترجع تنفرز من هنا بهاي التوبيول، لا هي تنفرز من التوبيول لهنا، ولا هي يصير بها ريابزوربشن. تمام، فد مادة بس يصير بها فلتريشن. ليش؟ لان انا اريد احسب كفاءة هذا الكلينس على الفلتريشن، فنعطي مادة بس يصير بها فلتريشن. فاذا لقينا الفلتريشن مال هاي المادة قليل، يعني الكلينس مال هاي المادة قليلة، معناها اكو مشكلة عندي بالهذا بالجلوميرس، ما جاي يسوي فلتريشن زين. تمام، لأن قلنا بهاي الحالة إذا أخذنا مادة بس تفلتر فالكلينس هو يساوي جي اف ار، فبما أنه الكلينس قليلة فالجي اف ار أيضا راح يكون قليل من هاي المادة. الجلوميرس فلتريشن راح يكون قليل. هو شنو الجلوميرس فلتريشن؟ هو قابلية الجلوميرس على أنه يسوي فلتريشن هاي المادة. فبما أنه هاي المادة فلتريشن مالتها قليل، ما وصل للفلتريشن اللي أنا متوقعه، خلاص جي اف ار قليل، يعني ما فيها شيء سالفة سهلة. وذا بالعكس، إذا هاي المادة اعطيناها، يعني شلون نعطيها بالدم شباب تروح ويصير فيها فلتر بالكدمة، إذا اعطيناها ولقينا صار فلتريشن بنسبة أكبر، هنا شنو؟ هنا هم اكو ديزيز مثلا بالجلوميرس جاي يسوي هذا الجلوميرس يصير بيه فلتريشن بنسبة أكثر من المعتاد، هم بيها في ديزيز معين. زين، فإذا هاي نستفاد منها كلينيكال، هاي سالفة الكلينس والجلوميرس فلتريشن ريت. من نجي نشوف الاشتقاق شباب، طبعا هذا الكلام راح يتوسع بيه اكثر بعد شوي، فهسه ايضا هم ركزوا وياي. من نجي نشوف الاشتقاق فشنو؟ فاحنا مو قلنا اذا الماده الكلينس اذا كيس تساوي جي اف ار، قلنا لازم الاف ال يساوي الاي اكس. فمن نجي نساويها ايش راح يصير؟ اف ال اكس تساوي الاي اكس. تمام، الفلتريشن شو يساوي؟ البلازما كونستريشن في الجي اف ار هذا وياه واليون اكسكشن شو يساوي؟ اليون اكسكشن مال الماده في الفوليوم، فهذا في هذا. ايش راح نسوي؟ طبعا هاي النقطه لازم فوق هنا، زين ايش راح نسوي؟ راح نجي نقول الجي اف ار شو يساوي؟ هذه ننقلها تصير جوا، فيصير اليون اكسكشن في الفوليوم على البي اكس. تمام، وبما انه قلنا هاي الماده لا هي يصير بها سكريشن ولا ابزوربشن، فالجي اف ار هو نفس الكلاس مال هاي الماده، اذن الجي اف ار يساوي اكس، هو هاي نفس الاي اكس اللي قلنا قانونها هنا أنا موجود فوق. زين، اذا هاي شلون نشتغلها؟ خلينا نجي نشوف الملزمه. الكلينس از ديفايند از ذا فوليوم اوف بلازما ريندرد فري اوف سبستانس ان 1 مينت. وضحنا التعريف. فالكلينس راح از كالكوليتد از ذا ريشيو اوف يون اكسكريشن ريت تو بلازما كونستريشن. هذا اليون اليون اكسكريشن اللي هو شنو اليون اكسكريشن؟ ايش كان قانون اليون اكسكريشن شباب؟ هذا اليو اكس في الفي، اليون كونستريشن في الفوليوم على البلازما كونستريشن. وهاي شنو السي بي؟ هاي رينال كلينس مال الماده، واليو هاي يون كونستريشن، وهذا اليون فلوريت. تمام،
وهذا البلازما كونسيشن مال هاي المادة. طبعا هو فلوريت او نقول شنو فوليوم يعني، تمام، فلوريت يعني يورين فلوريت او يورين الفوليوم، تمام، يعني ان مش عارف زين. اوكي، اذا هسه احنا فهمنا هذه الفكره ان شاء الله. فخلنا نجي ناخذ مثال. يقول مثال: اذا البلازما باسنج ثرو ذا كدني تحتوي على 1 ملي غرام من ماده معينه، تمام، بكل مليلتر 1 ملي غرام، شنو السالفه، 1 ملي غرام المليلتر. زين، طبعا هنا انا ام جي مو امام، 1 ام جي. زين، and if 1 ملي غرام of this substance is also oxidated، يعني شنو؟ يعني احنا طينا مثلا طينا بالدم، شوفوا مو احنا شنو السالفه، احنا جاي نطي بالدم شنو؟ نطي 1 ملي غرام من الماده هاي وحده كدني نسميها فلتريشن. فاذا شفنا وراها نقيس كمية المادة باليورين، إذا شفناها كمية المادة باليورين هم 1 ملي غرام، معناها نفس هذا التركيز الطينة صار فلتريشن. إذا هاي المادة لا صار بها سكريشن، لا تيوبيولز قامت تفرز من هاي المادة أكثر، فصارت شنو؟ فزاد تركيزها، ولا قامت تفرز منها فقل تركيزها، فبقى نفسها هنا. إذا هذا لا صار بها سكريشن ولا سكريشن، زين؟ تمام. فيقول 1 مللتر element of this plasma is cleared of the substance، فهاي clearance نظفناه من substance. زين، طبعا شنو هي أهمية clearance؟ يعني يستخدمون مثلا حساب excretion function of the kidney، يعني شقد خابية الكدني على سوي excretion للمواد، تمام. طبعا صح عيدها أيضا clearance بشكل مبسط بطريقة ثانية عبود نفهمها أكثر. زين، نستفيدنا أنه نعرف rate of blood flow through the kidney. ليش؟ لأن يعني احنا من نجي مو نقيس الكليرنس تفيدنا بقياس الجي اف ار، والجي اف ار مرتبط شنو بالبلد بريشر، فايضا نعرف البلد فلو ثرو ذا كدني اذا كان قليل او اذا كان عالي. زين، الجلومر فلتريشن جي اف ار هو هذا يعني اهم شيء، التوبر ذا ابزوربشن والتوبر سكريشن، تمام. يعني احنا خلي عيدها هسه بشكل وسط ونجي على ذا. خلينا نقول اجي فد واحد حطينا بالدم مالته طيناه بالوريد 1 ملي غرام من ماده معينه، خلينا نقول الماده اي. زين، ورا مثلا ورا 5 ساعات 4 ساعات رحنا حسبنا تركيز هاي الماده باليورين لقيناها 1 ملي غرام. ايش صار معناها؟ معناها هاي الماده طيناها 1 صار بها فلتره او تجتي، لا صار بها اكسكريشن ولا صار بها شنو؟ عفوا، لا صار بها سكريشن، لا هاي التوبيول يعني هنا الكابيلري موجوده حول التوبيولز ما فزت من هاي المادة ولا امتصت، تمام، فهي 1 بقت 1. اذا هاي بهاي الحالة قلنا كيسا وجيفار. زين، اذا شنو عدي؟ واذا اعطينا مثلا 1 ملي غرام ولقيت كمية المادة بيون 5 ملي غرام، معناها شنو؟ معناها صار سكريشن، تمام. واذا اعطينا 1 ملي غرام لقينا مادة بيون لقيت 0.5، يعني صارت نص، شنو صار؟ ابسوربشن، تمام. فاذا اقدر اعرف انه ايش قد تو بي ابسوربشن وايش قد تو بي سكريشن مال المادة، يعني اذا هاي الماده بقت ثابته لا صار سكريشن ولا ابزوربشن. زين، واذا ازدادت صار سكريشن، واذا قل، اذا هاي تفيدني بحساب يعني نفيد نشوف نعرف هل هاي الماده ايش قد يصير بها ابزوربشن وايش قد يصير بها سكريشن، تمام. فالجي اف ار از ا ميجر اوف فلتريشن بروسس اوف اول نفرون، تفيدني يعني طبعا الفلتريشن مال كل النفرونات داخل الكدني. فالحساب الجي اف ار لازم السبستانس تكون فريلي فلترد وناتري ابزوربد طبعا او سكريت. زين، وهنا كاتب بها اول ميتابولايزد، يعني حتى ميتابوليزم، يعني مثل شيء ميتابولايزد، يعني هاي الماده مثلا بالنفرون يصير بها ميتابوليزم تتحول شكلها، لازم انها ما يصير بها ميتابوليزم، وبعد شهر لازم تكون هاي الماده ايضا نون توكسيك، هذا ايضا يعني حاطهم ببالنا. فكميه الماده الاكسكريتد، تمام، بليون على مينيت از ذا ايكوال تو ذا امونت فلترد باي ذا كدني، عدتها اكثر من مره ان شاء الله احنا نكون فهمناها. زين، إذا هسه شنو؟ هسه احنا عندنا نجي شباب هاي الكلاس شلون راح يحسبوها؟ خلينا نشرب شوي شباب. هسه هاي هنا أنا صورة ثانية للكلاس، هاي المادة وهذا جاي تمشي وصلت للكدني، تمام. ايش قد قلنا؟ ايش قد يعني من تكون الكلاس تساوي جي اف ار، فمعنى كمية المادة اللي صار بها فلتريشن هنا نفس كمية المادة اللي صار بها اكسكريشن، فهاي الكلينس ايش تساوي؟ الكلينس قلنا الكلينس تساوي لي ايش قد تركيز هاي المادة باليون،
وش قد حجم اليون تمام او فلوريت يعني معلومه زين، وش قد تركيز الماده بالبلازما. هاي مخططيس يعني هم شوي يفيد. هسه عدي انا يعني نحسب لك الكلينس، اعطيك شغلتين، اكفى شيء اسمه اليون واكفى شيء اسمه كرياتين. احنا قلنا انه اذا نريد نحسب الكلينس تمام، او احنا ليش نحسب الكلينس؟ نحسب الكلينس على مود نحسب الجي اف ار تمام. نحسب الكلينس الثاني كلينس انا شو اسوي به؟ انا يعني مو كلش انا اريد احسب الجي اف ار، فاذا اريد ان الكلينس تساوي جي اف ار شو نسوي؟ لازم نعطي ماده لا هي فلتريت لا هي فلترد ولا هي اكسكريتد يا شباب تمام. لازم نعطي هيك ماده، فشنو الماده اللي هي يا لا عفوا مو هي فلتريت، لا هي اكسكريتد ولا هي شنو ولا هي ري ابزورب، فلازم نعطي ماده تكون هيك مواصفاتها. فاحنا شنو هاي الماده؟ عندك فد ماده صناعيه وكو يعني مو صناعيه، هاي مثلا خارج الجسم وكو ماده تكون داخل الجسم. الخارج الجسم هي الانيون، هاي يطوها عن طريق حقنه بال 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 بالهذا بال بالفين اوكي انترفينوس، وتروح للكدني ويصير فلتريشن فريلي يعني. فهنا شنو الكلينس راح تساوي جي اف ار، فاجي احسب تركيزها باليون تمام. من احسب تركيزها باليون انا عدي تركيزها بالبلازما وعدي تركيزها بال وعدي حجم اليون، فشنو فراح اقدر اطلع الكلينس، وانا اطلع الكلينس راح اقدر شنو راح اقدر احسب الجي اف ار، فاشوف الجي اف ار مال الكدني هل هو طبيعي او هل هو يعني يعني بمشاكل زين تمام. اوكي بس شنو بس هاي مال انيولين لقوا انه هي تكون انفيزف، فتكون يعني لازم مثلا الواحد يطبب شو اسمه اوبرا وما ادري شنو، فهاي يعني شويه تكون يعني مو عمليه. فخلينا نجي نشوفها وراها نشوف شنو البديل. فانيولين كنس كان بيوز تو استميت جي اف، فاذا هاي السبستانس فري فلتر نوت ابزور اوسكيت نوت هاي قلنا راح يساوي شو اسمه ذات سبستانس ريت ات وش سبستانس اكسكيت انيون هو اليوني كونستريشن مال هاي السبستانس بالفوليوم راح يساوي شنو؟ يساوي الفلتريشن ريت مال هاي السبستانس الجي اف ار في البي اس. هذا قلنا شنو؟ بي اس هذا قلنا شنو؟ هو نفسه شنو؟ يعني قلنا هاي الاف ار وهنا قلنا بي اكس، او العفو هاي الاف ار وهنا بي اكس الفلتريت لود وهذا الاكسكيشن ريت. فهنا راح تساوي الجي اف ار هي راح تساوي هذا على هذا وهذا يساوي كلاس مال هاي الماده مثل مال نيورين بهاي الحاله زين. فهاي السبستانس ذات فيت ذيس كاتيز نيولين هي عباره عن بولي سكرايد مولكيول متعدد السكريتات زين. لا ما يصير بيبودوس بالبودي يعني الجسم ما يكون هاي الماده، فلازم نعطيها انترفينوسلي عن طريق البيشنت للبيشنت يعني نسيب الجاف زين. فشنو فهاي الماده انيولين طلع 1 ملغ على ملي لتر زين. اجتي صار بها فلتريشن، شوفوا لا صار سكريشن ولا صار لا صار سكريشن ولا صار ريابزوربشن تمام. فصار بها فلتريشن المادة وجتي المن اجتي باليورين. شوف هسه واحد يلاحظ انه احنا حسبنا تركيزها بالبلازما 1 وحسبنا تركيزها باليورين 125، بس شنو يعني؟ شو هنا تركيزها باليورين زاد، مو احنا قلنا لازم ما يزداد، مو قلنا لازم ثابت ينقل العين. هنا أنا ما زاد تركيزها بس شنو شوف هاي مو احنا عندنا اليورين يعني هنا البلازما تذكرون سالفة الانكوتيك بوجر شفناها بالمحاضرة السابقة قلنا هنا أنا عندي فلويد عالي بالافرنت اتري اللي هو هذا يعني هنا شباب هنا أنا عندي يكون السائل بي فلويد هواية كل ما جاي يمشي بالجلوميرولس شو راح يصير بيه؟ راح يقل فلويد ويبقى لي هنا البروتينات، وقلنا هنا بالافنت اتري راح يكون عندي هواي بروتينات في الكورتك بوجه عالي. هنا هاي السالفه تشبه لها، احنا مو عندنا هذه التوبيوز مال الكدني، فهذا الفلتريت كل ما جاي يمشي كل ما جاي نمتص الواتر منه، نمتص الواتر تمام؟ زين؟ فاحنا من احنا نمتص الواتر راح تبقى لي هاي الماده وحدها يعني مو وحدها بس راح يكون تركيزها هو ثابت بس تركيز ما يقل تمام. فلذلك راح تشوفها زايده يعني هسه الانيولين صار 125 ليش؟ لان تركيز المي قل مو تركيز هاي الماده ازداد، لا لان تركيز المي تركيز اليو الاتش 2 او قل، لان احنا جايين نمتص اتش 2 او على طول التوبيو جايين نمتص من ليش؟ احنا ما نريد نخسر مي هواي من الجسم فنمتص الاتش 2 او ونوديه الى البلد فيزم ويرجع داخل الدم بس المواد الضاره نطلعها تمام. وبما انه هاي الماده ما يسميها ري ابزوربشن
فما راح يصير امتصاص الهوية ويا المي، فراح تبقى هنا. فبما انه المي قليل راح تبين هي زايدة، بس هي مو الكونستريشن مالتها زايد، تمام. فالمهم اليو مال هاي المادة باليون لقينا 25. طبعا الفوليوم مال اليون هو شقد؟ 1 مللتر على مللتر، زين يحسبوها يطلع هيك. فمن نجي نحسب الجي اف ار يساوي هذا على هذا نقسم، يطلع الجي اف ار هو 125 مللتر على مللتر. اذا الجي اف ار يساوي شنو؟ يساوي كمية المادة طلعت لي بيون من هاي المادة، زين، اللي هي شنو؟ قلنا الكيونس، زين. اذا شباب، اذا هسه احنا عندنا هاي السالفة عرفناها، وهاي شوفوا صورة ثانية، شوف هذا الانيولين باع، شوفوا هنا ايش كاتب لنا، شوفوا تركيز الانيولين باليون شنو ازداد، ليش؟ لان صار اشتوال ابزوربشن، يعني قل الاشتوال. هسه هذا الانيولين قلنا مو عملي، لان يعني ما ينصنع بالجسم ولازم يعني انفيزيف وانترافينوس. فاكو طريقه ثانيه لحساب الجفا، هي عن طريق كرياتينين كنز. بس شنو هذا الكرياتين؟ هو طبعا يعني من يصير مصل ميتابوليزم يطلع هذا الماده، زين. بس هذا شنو سالفته؟ هذا بيه مشكله، ليش؟ لان اكو كميه قليله منه راح يصير بها سكريشن، راح يصير سكريتد باي ذا يعني الكابلري موجوده بالتوبيوز، تمام. اذا اكو كميه راح يصير بها سكريتد، يعني شنو؟ يعني احنا راح نعطي مثلا هنا واحد راح يزداد هنا كميته، ما راح يوصل دقيق، تمام. بس هاي الكميه السكريتد من الكابلري من التوبيوز يعني راح تكون كميه قليله، فيعني شلون يهملوها، تمام. فشنو؟ فهنا نقول انه الجي اف ار تقريبا يساوي الكلينس، تقريبا مو بالضبط يساوي الكلينس، تقريبا الجي اف ار، تقريبا الجي اف ار هنا يساوي الكلينس. ليش؟ لان هاي الماده جاي يصير بها سكريشن، واحنا عرفنا قلنا انه شو من شروط التساوي انه لا يصير سكريشن ولا يصير ريابزوربشن، بس هنا صار شويه سكريشن، اذا قلنا تقريبا تساوي، اذا ما تساوي تقريبا تساوي، فراح يصير اكو شويه فاريشن، تمام؟ زين. فالكرياتين باي بروتك مال مصر ميتابوليزم، الكرياتين راح هو راح يروح من بودي فلويد انتايل باي جلومر فلتريشن، يصير فلتريشن كامل له. فالكرياتين مال الكرياتين تستخدم لحساب الجي اف ار، ما يحتاج اي في انفيوجن، يعني مو انفيزف، تمام. هذا يستخدم بشكل واسع كلينيكال، يعني شو اسمه ايضا ذان انيون، ليش؟ لانه قلنا انفيزف، زين، لحساب الجي اف ار كلينيكال. بس هذا شنو؟ نوت بيرفكت، ليش؟ لان شنو؟ لان سمول اماونت راح يصير بها سكريشن باي توبيوز، هاي الطريقه نفسها. فشوف بس هذا الشيء يعني شغلات فهميه خلينا نفهمها. شوف اذا الجي اف ار قل نص، قل ب 50%، فشنو؟ فاكيد يعني بما انه الجي اف ار يقل 50% فالكدني راح تفلتر عندك سيت اونلي هاف اوف كرياتينين، ليش؟ لان الجي اف ار قل للنص، فراح يصير كميه الكرياتينين فلتريشن تقل للنص، زين، فراح يجمع الكرياتين بالجسم ويصير زيادة بالبلازما مالته، زين، تمام. شوف عين، إذا الجي اف ار قلت للربع، يعني إذا الجلومر فلتريشن ريت مال هاي المادة قلت للربع، تمام. إذا احنا شنو؟ فقط قللناها للربع الفلتريشن مال، خلينا نقول مال الكرياتين، ايش راح يصير؟ نظريا انه احنا قللنا الفلتريشن، المفروض تركيز هاي المادة بالبلازما شو يصير؟ يزداد. فاذا نقلل للربع راح يزداد تركيزها لاربع اضعاف بالبلازما، تمام. واذا نجي نقلل الفلتريشن، نقلل الفلتريشن الجلومر فلتريشن ريت مال هاي الماده المن الى 1/8 مثلا، يصير 1/8 الفلتريشن. يعني شنو 1/8؟ يعني ثمن النورمال، هنا ربع النورمال، هنا ثمن النورمال، فهنا جاي نفلتر كميه اقل، فهنا راح يزداد تركيزها بالبلازما. ليش؟ احنا جايين فترة كمية قليلة، بس يزاد شنو؟ يزاد إلى 8 أضعاف، تمام؟ فإذا الفلتريشن مال هاي المادة قل للربع يزاد هناك 4 أضعاف، وإذا قل للثمن يزاد 8 أضعاف، فهموها هيك يعني ما بيها شيء، هاي زين. هذا الكلام يعني هذا الكبسول، وهاي شو اسمه؟ هنا صار الأبزورشن، هنا صار السكريشن عن طريق هاي الكابلر الموجودة، يسموها بريتوبيال كابلر نتورك، زين. هنا آخر سؤال، شنو هذني الأشياء؟ هذني اشياء عبارة عن هرمونات في شيء اسمه اوتوكويد. شنو الاوتوكويد؟ هاي نفسها نفس الباراكاين، يعني شنو؟ يعني هرمون ينفرز لوكالي ويشتغل لوكال داخل الكلى، زين. فعندي هرمونات وعندي تأثيرها على الجفا، فمن نجي على النور ابنفرين والابنفرين والاندوثرين، هذني الثلاثة يسوون كونستركشن بالبلود فيزل، فإذا يصير كونستركشن بالبلود فيزل
راح تقل كمية الدم تجي للكدني، فايش يصير؟ يقل الجفاف. تمام زين. طبعا اندوثين هو انفوز بالاندوثيلس زين. عندي الانجيوتنسين 2 هذا يعني شنو هاي السهم؟ معناها لا يزيد ولا ينقص. ليش؟ لان هو يمنع النقصان بالجي اف ار. احنا مو قلنا من يصير نقصان بالجي اف ار راح يتحفز منه قبل عندنا التوبلو جلوميرولر فيدباك، وهذا بالاخير راح يؤدي الى تحفيز انجيوتنسين 2. والانجيوتنسين 2 شنو يسوي لنا؟ قلنا راح يصير عندي ريلاكسيشن بالافنت وكونستركشن بالافنت، فراح الجي اف ار راح يحافظ على النورمال، فيبقى نورمال هذا السهم. اندوثيلا درايفت نايتريك اوكسايد، هو نايتريك اوكسايد يؤدي بروستاغلاندين الثنائيات يسوون فازو دايليشن بمن بالافنت ارتريول، فاذا يصير فازو دايليشن بي تزداد كميه الدم تجي للكدني فيزداد الجي اف ار. ففهموها هيك شباب، يعني ما بيها شيء هاي. تمام، هنا كونستشن بالافنت، هنا ريلاكسيشن بالافنت. فهنا يا شباب لهنا تخلص هذه المحاضره، ان شاء الله تكونون فهمتوا. المحاضره يعني حلوه بيها اشياء مهمة، كل شيء أهم شيء الكلينس. فإن شاء الله فهمنا هاي المحاضرة. رأيت تطوني رأيكم بالتعليقات، وأي سؤال عندكم اسألونا على حسابات بسواء بالتلي أو سواء بالإنستا، موجودة بالإستاذ بهاي الملزمة، أو إذا تريدون بالتعليقات هم. ونشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية، ومع السلامة.